بعد رحلة الموت في غمار الصحاري لأيام عديدة ومتعبة، وصلت قافلة الأسرى إلى بغداد التي كانت مركزاً للتجارة، وكانت أيضاً قلب العلم والحكمة في ذلك الوقت. امشي امشي لك، اتحرك امشوا حركوا منيح، حركت وياها، يلا انت وياها حركي أسرى، حركي لشوف شو مكان؟ طالعين صعو صعو لشوف صعو صعو، يلا يلا شدي حيلك انت وياها، يلا قدامي انت وياها، شو ما عم تفهموا؟ يلا فوتوا انت وياها، يلا فوتوا بسرعة. وكان يعيش الحسن البصري في بغداد حينها، وهو من الذين تربوا على نهج رسولنا الكريم، كان معلما في مدارس بغداد أيضا. هذا أحسن نعم سواك عندي، شوفوا مناح. لك وقف وقف منيح. سباد اسمعوني يا أهالي بغداد الكرام، جبت لكم عبيد من أرض مصر ومن أرض نجد المباركة، فيهم شباب قوايا، فيهم أحلى البنات الجاريات الشاطرات بالشغل، يلا ورجوني المصاري، يلا لا تروحوا الفرصة عليكم، ها ما لازم تتردد. لإمتى رح تطلع هالمسخرة مستمرة؟ تعال لهون. لإمتى؟ قديه؟ بدينار أختي. اشتري اللي بيعجبك. مو هاد حسن البصري؟ ما عنا شيء غالي، كله رخيص، باين عليه معصب كتير، معروف انه ما بيحب سوق العبيد. جايب لكم احلى شباب، افتحوا كياسكم وورجوني المصاري. 100 دينار بشتري ب100 دينار. 100 دينار ممتاز ممتاز ممتاز، طيب منيح، بعته مبروك لك. توب يا رستم، 300 دينار مبروك عليك، صار ملكك. استنوا هدول جوا، عندي مفاجأة، لا حدا يروح، يلا في عنا بنات كتير، تعالوا يا أغنياء بغداد، كل جارية أحلى من الثانية، رح جيب الأولى، فرجوا الجمال هون. يا أهل بغداد، هدول البنات أحلى بنات، ما بتشوفوا هالجمال حتى بأحلامكن، ما بتشبعوا منها، ما فيكن تقاوموا هالجمال، هاي سلطانة معدة. قالوا لي مين بيحب ياخد هيك جارية حلوة على بيته لتسعده، خدوها، لا تفوتوا الفرصة الذهبية. شوفوا لي هالشفايف ولا الحواجب، لو معي كنت أنا اشتريتها. أنا ما قلت لك إنه رابعة لإلي؟ مستحيل، قبضني حقها بتاخدها. فيك تخصم حقها من مصرياتي؟ لا غيره، خلصنا، هاي غالية كتير، أنا رح بيعها وهلا بتشوف. يلا رجع لورا، رجع لشوف، روح التهي بشغلة تانية. رح نبلش المزاد، مين ببلش المزاد؟ خليني شوف مين رح ياخد أحلى بنت معه على بيته، اللي بيدفع أكتر بياخدها. مين هو؟ مين المحظوظ يلي رح ياخد هالبنت الحلوة؟ يعني فيك تتجوزها أو تعملها جارية، هي ملكك وبس، بتعمل اللي بدك يا، وإذا بدك ترقص لك بترقص لك. أنا بدفع 500 دينار. هي بتستاهل أكتر، ما رح تلاقي أحلى من هالجسم هاد. مين رح يزيد؟ رح نبلش، مين اللي بده يزيد؟ رح نبيع أحلى بنت. إذا جسمه بزود لك المبلغ. إيه ورجينا جسمه. إيه ورجينا جسمه، خلينا نشوف بالأول قبل ما نشتري. إيه إيه، وشلها رح ورجيكم. يلا استحي، لا يلا يا بنت ورجيهم. لا إيه إيه، يلا ورجينا جسمه، يلا هاتي، خلينا نشوفه. رح نخلون الحلوين بده يزيد جسمه، خلينا نشوف. ولك يلا، انا بدفع فيها 600 دينار، لازم نعين القطاعه، لازم نعين. يلا ورجينا، يلا يا اخي خلينا نشوف، خلينا نشوفها. يلا بعد عنا، ارجع لورا، ايدك عنا. مين حضرتك؟ اتركها، تصرفك ما بيصير، حتى لو كانت عبده ما بيحق لك تهين شرفها. لا عن جد انت ولي البلد، خبرني، هي ملكنا، نعمل فيها اللي بدنا اياه، من لبسها مش هلحقت، شو دخلك؟ العالم طلبوا يعينوها وانا بكون مالكها. وانت شو بدك تقول لمالكها الحقيقي؟ هي الي، مو لحدا غيري بنوب. بلا، لا الله، اذا انت كنت حاببها ادفع مصاري وخدها. الله يبارك فيك، الشي اللي عملته كتير عظيم، أنا مسلمة أمري لله، الظاهر مكتوب علي إنباع بسوق الجواري، الحمد لله أنه لسه في ناس مثلك، دعيلي وبس، الله يكتر من أمثالك. شو يا سيدنا؟ أنت ما في معك حق المسواق حتى؟
كيف رح تاخذها؟ ها؟ هي الجارية حق 1000 دينار أقل شيء 1000 دينار. آخ يا حسن، لو كان معك مصاري بتكفي كنت اشتريتها لهالبنت المسكينة، كنت اشتريتها وخليتها تصير حرة. لو فيني ساعدها باين عليها بنت عالم الناس، ضيعان شبابها. شو بك حسن؟ ليش عم يوجعك قلبك عليها دون عن الكل؟ ليش عم ترجف؟ ليش انقهرت على هالبنت؟ يا رب دخيلك، يا رب تساعدها وتكون معها. شو رأيكم بهالجمال يا جماعة؟ خلينا نشوف اسمها ورح ندفع أكثر من 1000 دينار. 1400 1500 دينار 1600 1650 ورجينا جسمه لأدفع لك 2000 دينار. ايه بس أنا ما بنشوف ولا دينار. يلا ايه خلينا نشوف. 5000 دينار. شو عم يقول هذا؟ 5000 دينار. معقولة 5000 دينار؟ 5000 دينار 5000 5000 كاملين؟ مينها؟ مزبوط اللي سمعته؟ ايه بدي اشتريها. بس يا سيد بشير، انت شفت اسنانها؟ شفت جسمها؟ ليك بابا برجعها بعد ما تاخذها. ما راح رجع شيء ابدا. اكتب السيد بشير اشترى ب5000 دينار الجارية اللي اسمها رابعه، صارت ملكه الخاص. تعا خذها يا سيد بشير. شفتوا؟ دفع واخذ الحلوه. خذوها. هاتوا الجارية الثانية. يلا استعجلوا. وين الجارية الثانية؟ هاتوا ورجوني هالجمال. هات مين يلي حيشتري هالحلوة هاي؟ تعال يا أميرة الأميرات. مع إلي وبس. واقفي عندك انت الي، ممنوع تروحي، ما راح تكوني لحدا غيري، الي وبس. بدك تبقي معي، ما راح اخلي حدا ياخذك مني. عم تفهمي؟ اتركها للمخلوقه. حابب تنقتل؟ روح احسن ما قلت لك. ها يا الله. يا جاري ليش واقفة عندك؟ يلا الحقيني، امشي وراي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.